ريما سليمان فرنجي بإطلالة خاصة مع وحش الشاشة. أحلام ببيروت تتحدى اللي طالب بمنعها من دخول لبنان. وحش الشاشة رح يفرجيكن كل يلي انحذف من مسلسل مثل القمر. إلي باسيل اطلب الريتنج ولو بال. قاموا لقيامي لما انهانت فلافل لبنان وبس انهان العلم والوطن. وحش الشاشة مع طوني خليفة الخميس 9:30 مساء على الجديد